20% هنا فرنك تعرف تلك شعبان من جنة الزوج إنهم سام كانوا يعملون لا يستخدوا أيمانهم شنة صدوا عن سبيل الله إنهم سام كانوا صدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لك واليوم راهو كان ما كانش صحاب القريات والقريات هم صحاب اللي قاعدوا لهنا حكموا الفيلاجات راحوا البلاد المدينه وسبقوا هالناس هذوما اللي هنا الا ضعاف اخر مكسر واخر اعمى واخر شايب واخر قاصر واخر كذا بركات لي دعوزة الخير.
معزتي من 130 دراع، وفرخي من 130 دراع، والبشر من 130 دراع، ما كانش الماء. يدور طراشة ما فضل فضل احنا نشربوا لك رجلكم التاي واللي خلق يرزق راه كل اخر روحي قيل على روح واللي فض عليه الماء العشوة كيفاش عاد يدير كيفاش يبات في الحر هذا كاين ناس اللي ما عندهمش ايطر في النهار خلاص حتى يموت واحد ما يقولوش حتى باش يكون يموت روح ما عندوش باش يغسلوه ما كانش هذه ما كانت حتى في بقاع الارض كلها الكرة الأراضية ما كانش الحالة نتاع نحن. إي نعم. إلا أهل الزبانية نتاع جهنم راهم كيف نحن. هذا اللي كان وقيلة يقولوا عاد جي سيتيرنا من الأولاد. نتاع الكبانية؟ استنى سيتيرنا جينا من بسكرة. إي. باش نشربوا الماء. وليه سيتيرنا تنقع؟ وجا وقت الحرب. يا سيدي. ما لاحظت زرعنا أسبوع بسيتيرنا. ما زال عندنا مسائل قلنا عندنا قدهن مسألة فيها البلاد عندنا قدهن مسألة عندنا مسألة الماء اللي قبل كل شيء الماء رانا نسقوا 7 كيلومتر والناس راهي كراحت وخرجت من البلاد وخرجت من هنا على سبة الماء أنا واحد ناس هاني في بسكرة أحمى من هنا هارب من الماء هارب من العطش بعائلتي 12 نضرب من 7 نتاع الصباح وانا حاكم الداله حتى 7 نتاع العشوه باش ندي 40 متر 12 في العائله وزيد ثانيه العقرب هاي الغاشي حتى الغاشي ما بقاش لو كان من يلدغ ولده والا تلدغ زوجه ويعود عنده صوارد باش يقدر يلزم يهزوا على كريم ومن هنا يقطعوا واحد 3 كيلومتر باش يلحق الطريق هذا باش يلحق الطريق واذا ويبقى يطان دي الوقت اذا لقيت الكار عقبت يلزم ولده يموت له والا الملدوغ يموت له يموت ما نلقوا طبيب ما نلقوا سيدي كما تقول مواصلات لا نلقوا ماء يا شي اللي جرى احنا ما جرى حتى الواحد في الكره الارضيه كل نجوا نشكو نقولوا مثلا من ناحيه الماء والا من ناحيه العطش نروحوا نشكو للبلديه والا حاجه يقول ما عنديش نولوا نشرو نجملوا فيها من عند واحد قاصر ومن عند واحد اعمى ونجملوا فيها مازوت وسبته انت حما باهيك عام الاول منين دخلك ولدك انت كيفاش يا اخي مات قدامك الصغير حكم العقرب بيدو ومات قادر باش يفديه قادر باش يفديه يجيب له طبيب لهنا لكن واش يوصلوا 120 كيلومتر واش يوصلوا له من هنا والوقت ماهيش وقت كار الكار تعقب علينا على 6 نتاع الصباح من 6 نتاع الصباح الغدوه على 6 نتاع الصباح وزيد من البلاد حتى للطريق القودرو يلزم الانسان يوصلوا 4 كيلومتر ولا 3 كيلومتر وصلوا على ظهره
وحيان نجي الواد ذاك العام الاول والله العام الاول اجرات لهنا عيال الساري هنا بالحمل وعتموت ثلاث ايام وهي بالموجعه وما لقيناش باش نعقبوها لهنا على الواد جا مره يجي في الشتاء هنا لهنا يلزمنا شكايه والا يلزمنا نكملوا نخرجوا كامل وحنا لو كان لقينا الشيء اللي رانا مرافق الحياه هنا لقينا الماء ولقينا الطريق حلانا الطوموبيل تعب علينا ولا مقودره واش خرجنا من بلادنا احنا هذه بلاد ابائنا واجدادنا ما كانش حتى حاجه اعز منها في الدنيا